رغم ان العجلة وقعت لكن الحاجات اللي متثبتة فيها ثابتة. عايز اطلع بالعجلة خيم، اعمل ايه؟ معيش الحديد بتاع المسافرين ده اللي هو بيبقى ورا اللي بيشيل شنط، والحديد اللي قدام ساعات بيبقى منه حديد وساعات بيبقى منه ألمونيا، برضه هيبقى ليه وزن وهيبقى ليه تمن. ادوات حمل الحاجات دي بتبقى تقيلة، بتبقى مكلفة اكتر. الفكرة بيبقى معاك حبال كتير 3 متر مقطعهم 3 متر 3 متر 3 متر، وتاخد كل قطعة تلزقها في العجلة وتثبتها كويس في العجلة وتبقى متأكد ان هي مربوطة كويس قبل ما تسوق. تبدأ تجرب الدنيا ماشية ازاي، رجليك مرتاحة وهي بتلف، رجليك واخدة الفراغات بتاعتها كويس، كده هتعرف تسوق وكده هتمشي كويس. اما لو انت عامل حاجة ومقوصة ركبتك وخلي ركبتك مفتوحة، ده هيعمل اصابات لان الركبة المفروض تتحرك بشكل مستقيم. لو انت عوجتها سنة وسقت بيها فترة طويلة انت كده بتأثر على المفصل وكده بتأذيه. طول ما الحاجات ثابتة كويس انا مش متضايق وانا سايق، لازم اكون انا مرتاح وانا سايق. حتى اللي بيجرب الطرق الاحترافية يفضل ليه ان هو يكون عنده بدائل وعنده فكرة الربط ده ومتعود عليه برضه، لان ممكن المعادن اللي هو حبها تتكسر. السفر من النوع ده محتاج ابتكار، محتاج واحد وعنده كذا حل مرتبه. لو الحاجة دي باظت استعمل حبال، والحبال ما بتاخدش وزن وما بتاخدش حجم، هي محتاجة بس شوية مهارة صغيرة انك تتعود تربط كويس. يلا شكرا لكم.